السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع العلاجات اللي احنا بنديها للسمان بطريقة مباشرة او غير مباشرة. طيب انا عايز اقول حاجة، يعني وكل الناس اللي هم بيتابعيني في تربية السمان عايز يعني تجربتهم في هذا الموضوع. هل يا ترى كل العلاجات اللي احنا بنديها للسمان بتدي نفس الاداء اللي انت طالبه، او انت يعني بتدي النتيجة المرجوة من هذا العلاج؟ مفيش مضاعفات بتحصل؟ كل الكلام ده يا جماعة ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيه عن البث المباشر، في البث المباشر ان شاء الله يوم الخميس القادم من الساعة 4 للساعة 5 باذن رب العالمين. فاللي مشتركش معايا يشترك معايا ويتابعني، علشان الموضوع هنتكلم فيه بإذن الله ونشوف آراء الناس في العلاجات اللي احنا بنديها. هل يا ربي هي فعلا علاجات كلها كويسة بتدي نفس النتيجة اللي احنا او المكتوبة في الإرشادات، ولا بتعمل حركات عكسية او بتبقى بطريقة عكسية على السمان؟ وطبعا ان شاء الله هنتكلم عن تجربتي برضو مع السمان والعلاجات اللي انا بديها له، وهنتكلم عن المضاعفات اللي بتحصل للسمان نتيجة هذا كل علاج بإذن الله. فكده يا جماعة انتهت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله.